أكد قادة ميدانيون في قوات سوريا الديمقراطية على ضعف تنظيم داعش وانهياره في الرقة أهم معاقله في سوريا، حيث بات التنظيم يعتمد على القناصين بعد أن خسر كميات كبيرة من أسلحته الثقيلة. وأضاف القادة أن قوات سوريا الديمقراطية تؤخر أمر الاقتحام النهائي بهدف السيطرة على تنظيم الرقة لتفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر.